مشاركة شبابية مميزة في الحدث الأضخم عالمياً لتصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية. فعالية جلوبال جيم جام التي تقام في أكثر من 700 مدينة حول العالم، من ضمنها 9 مدن سعودية. المتسابقين شغوفين بهذه المسابقة، حابين أنهم يشاركوا، ونلاحظ التزامهم بجميع قواعد المسابقة، وأهمها الثيم اللي تم إطلاقه أمس وهو جذور. بدينا نحط أفكارنا وبدينا نتناقش وش اللعبة اللي راح نسويها، كيف التصميم اللي راح نصممها، كيف نشتغل عليه. الأرتست حقنا بدأ يرسم ويشتغل في البرنامج، وبدينا إحنا نبرمج المبرمجين نشتغل. يعني 483 مشاركاً من السعودية يتنافسون مع آلاف المشاركين عالمياً لصناعة لعبة إلكترونية خلال يومين فقط. حاولوا قدر الإمكان خلال اليوم وبكرة أنهم ينتجوا ولو نموذج أولي من اللعبة، بحيث أنهم يستطيع في نهاية الفعالية معظم كل الناس يقدروا يجربوا هذه اللعبة ويستشفوا من خلالها موضوع الفعالية إلى وهو الجذور. تجربة مرة حلوة، وقاعد أتعلم وبسرعة، يعني خاصة إن ما أعطانا وقت واجد، فمجبورين نتعلم أكبر ما نقدر. والهدف أنا بالنسبة لي بالذات أني أتعلم، خصوصاً أني طالب هندسة، فجاي أحاول أنمي مهاراتي في البرمجة لأنها بتفيدني إن شاء الله في المستقبل. فعالية عالمية تفتح آفاقاً لاستكشاف مجال تطوير الألعاب وإنشاء أفكار لنمو هذه الصناعة الواعدة محلياً. سويتوا مشاريع من قبل؟ في الجامعة سوينا مشاريع. محمد شارك في اللعبة من قبل وبرمج فيها بعد. محمد الحمادي، الإخبارية، القطيف.